طيب في الختام نرجع نوضح أعضاء اللي طلعناها. طلعنا الليفر، هذا هو الليفر ويشبه الليفر حق الإنسان اللي هو الكبد. هذا هو الليفر، تمام. طبعا الليفر مشبوك فيه الجال بلادر، بس إنها جدا صغيرة. هذا الليفر، هذه الكروب اللي تجي قبل المعدة، وهذه المعدة الاستومك. عندنا القلب، هذا هو القلب والأمعاء الدقيقة والغليظة، هذه هي الأمعاء. سبحان الله، جميلة. وهذه كانت مجرد العضلة اللي قصيناها في البداية عشان نطلع الأحشاء اللي بعدها. هذه رجله، قلنا العظم من نوع هولو بون. الدماغ قلنا ما قدرنا نشوفه لأنه كان ذايب، لأن العصفور له فترة طويلة في ثلاجة اللحم. ما قصيناها بس بوريكم إياها، اللي هي اللي اتعرفنا على الإسوفيجس اللي هو البلعوم، المريء عفوا. ليش المريء مو البلعوم؟ البلعوم يكون فوق في الرقبة عند الفم، لكن هذا اللي داخل جوا مع وراء القصبة الهوائية يكون الإسوفيجس اللي هو المريء، وهذا اللي قدام القفص القصبة الهوائية التراكية، وهي اللي إذا غرد العصفور تشوفونها تتحرك. عرفنا بعد، شفنا الميزنتيريز، الأكياس اللي كانت شايلة كل واحد من هذول الأعضاء. كل واحد من هذول الأعضاء طبعا بدون الرجل كان محاط داخل كيس اسمه ميزنتيري، والعمود الفقري اللي هو من وراء هنا، هذا هو العمود الفقري. شفنا البنكرياس، شفنا ورا الليفر كان عمود صغير، كان أو أنبوب صغير. والسلام عليكم.